الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سنتكلم في هذا اللقاء بإذن رب الأرض والسماوات عن فتن الشهوات وفتن الشبهات، وهي كثيرة. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. سورة آل عمران، فهذه سورة من صور فتن الشهوات. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري وفيه: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. انظر إلى فتنة المال وإلى فتنة الدنيا، فالمال فتنة شديدة. قال الله: وإنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وابتلاء. فالأولاد فتنة، نعم ستسأل عنهم، فهم لك محيط امتحان واختبار. وقد جعل الله الخير فتنة كما جعل الشر فتنة. فقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وسأضع بين يدك ترمومتر دقيق جدا تستطيع أن تتعرف به على ما بين يديك من النعيم، هل هي نعمة أم نقمة؟ تنظر إلى المال الذي من الله عليك، هو نعمة أم فتنة؟ الأولاد هل هم نعمة أم فتنة؟ الكرسي والمنصب الذي أنت فيه، مركزك الاجتماعي، هل هو نعمة أو هو فتنة؟ كيف أعرف ذلك؟ دلني وبسرعة. كيف أستطيع أن أفرق الجواب وعض عليه بالنواجذ ولا تضيعه فما أغلاه؟ أقول: إذا كان المال مثل بين يديك يقربك إلى الله تبارك وتعالى فهو نعمة. كذلك إن جمعت المال من الحلال وأديت فيه حق الكبير المتعال فهو نعمة، وإن جمعت المال من الحرام ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى فاعلم والله تعالى مالك فاعلم ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى مالك فاعلم بأن الفتنة في ثوب النعمة، فكل خير بين يديك في الظاهر إن قربك إلى الله فهو نعمة، وإن أبعدك عن الله فهو الفتنة في ثوب النعمة. والمنصب إن كان يقربني من الله فإنني أوظف هذه المكانة لله سبحانه ولدينا سبحانه ولدينه سبحانه وتعالى ولخدمة المسلمين، ولا أوظف هذا الكرسي أو المنصب لظلم الفقراء أو الضعفاء أو للحصول على الشهوات الحقيرة الرخيصة والنزوات الزائلة. إن قربك من الله سبحانه وتعالى فهو النعمة التي تستوجب الشكر، وإن أبعدك عن الله جل وعلا فاعلم بأنها فتنة، وإن لبست أمام عينيك ثواب النعمة فإنها الفتنة الحقيقية. تدبر قول الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله. شهوات كثيرة جدا، لكنني أقول مهما كانت الشهوات إن تبت منها، إن تاب منها العبد إلى الله تبارك وتعالى تاب الله عليه، وإن وقع في الزنا وإن وقع في عمل قوم لوط وإن شرب الخمر وإن سرقت، فمهما كانت الكبيرة ومهما كان خطر الذنب إن تاب العبد إلى الله فاقلع وندم وعمل صالحا تاب التواب الرحيم عليه. فأهل السنة لا يكفرون بالكبائر، إنه فضل الله سبحانه وتعالى علينا. قال الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أما فتن الشبهات فهي أخطر، لأن القلب إذا تشارب الشبهة تصبح عقيدة عند صاحبه، ربما يقتل من أجلها أو يقتل هو من أجلها، لأنه يتصور أنه على عقيدة صحيحة وأنه ينصر بذلك الدين، وهي في الحقيقة شبهة. روى الإمام أحمد وأبي داود والحاكم والدارمي وغيرهم بسند صحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحدة في الجنة. والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة، يعني المسلمين، عامة المسلمين، جماعة المسلمين، مش جماعة بعينها، لأن الجماعات في الإسلام لا تجوز، والجماعات تفرق ولا تجمع، فلا يجوز أصلا أي جماعة أو أي حزب أو أي حزب، ده كله كلام فاضي. مش فالنبي صلى الله عليه وسلم قصده هنا جماعة المسلمين، وربنا قال: هو الذي سماكم المسلمين. وفي لفظ عند الترمذي: على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذه الشبهات الخطيرة أفرزت فرق الضلال. وقال ابن القيم رحمه الله: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافد وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ هل تعلم أن الخوارج كفروا عليا رضي الله عنه، وهو من هو؟ هو الصحابي الذي ربي في حجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى. كفروه رضي الله عنه بسبب شبهة ولا يتسع الوقت لذكرها الآن. لكنني أود أن أختم بوضوح بعض النقاط العملية كدواء لهذه الداء الخطير. ليسما وقد انتشرت الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، فأنا لا أعرف زمانا من خلال قراءاتي كثرت فيه فتن الشهوات والشبهات كهذا الزمان، فما هي الخطوات العملية لسبل النجاة؟ النقطة العملية الأولى على الطريق: الصدق في طلب العون من الله. والله لا نجاة لي ولا نجاة لك إلا بصدق الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. لا تغتر بعلم ولا بطاعة ولا بعبادة، بل إلجأ إلى الله جل وعلا، إذ لا منجأ ولا ملجأ منه إلا إليه. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، سورة البقرة. فلا حول لنا ولا قوة على فعل طاعة أو على ترك معصية أو على هروب ونجاة من فتنة إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: سأل شيخ من أهل العلم تلميذا عنده في حلقته وقال: يا ابني، ماذا تصنع لو مررت على غنم فنبحك كلب الغنم؟ قال: أدفع الغنم ما استطعت. قال: فماذا تصنع لو نبحك الثانية؟ قال: أرد الكلب ما استطعت. قال: فماذا تصنع لو نبحك الثالثة؟ قال: أفعل مثل ما فعلت. فقال: يا ابني، ذلك أمر يطول، ولكن إن أردت النجاح والعبور فاستعن بصاحب الغنم يكف عنك كلب الغنم، وإن أردت النجاة فاستعن بالله يكف عنك كيد الشيطان، لا مخرج لك من الفتن إلا بصدق والاستعانة بالله الرحيم الرحمن. الخطوة الثانية: لزوم الاستقامة وقت الشدائد، فبعد ما لجأت إلى الله وأديت العبادة والصلوات في أوقاتها وقراءة القرآن والمحافظة على الأذكار والاستغفار والتذلل والدعاء والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير إلى آخر هذه الأنواع من أنواع العبادة. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث معقال بن يسار: العباد في الهرج، وما الهرج؟ إنها الفتن. العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي
هي هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يا من عبد الله في زمن الفتن والقتال، فأجرك كأجر من هاجر إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فحافظ على العبادة في وقت الفتن. الخطوة الثالثة حضور مجالس العلم. لا تضيع تلك المجالس الطيبة لتتعرف فيها على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الحلال والحرام، وعلى السنة والبدعة. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الخطوة الرابعة الصحبة الطيبة. لا تترك الأخيار، فهم الذين يذكرونك بالعزيز الغفار ويحذرونك من النار. يا أخي لا تصاحب إلا المؤمنين، ولا يأكل طعامك إلا الرجل التقي المؤمن الذي يؤتمن على أهلك في غيابك. يا أخي لا تدخل بيتك رجل سيء السمعة وسيء في المعاملة فيؤذيك ويؤذي أهل بيتك. يعني مثلا إحنا بندي مثل، يعني أنت لو بتصاحب واحد بيشرب سجاير، ريحة السجاير هتيجي عليك فهتأذيك. لو بتصاحب واحد مثلا هدومه ملوثة، كذلك هدومك هتتلوث بصحبته، وهكذا. فلا تصاحب إلا المؤمن التقي صاحب السمعة الطيبة. صاحب إلا المؤمنين الصادقين الذين يذكرونك بالله ويبعدونك عن النار ويبعدونك عن الشر والأشرار. داوم على صحبة هؤلاء. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند حسن، قال الشيخ الألباني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وأختم بهذا، ويا لها من خاتمة: لا تغفل عن الذكر، لأن الذكر حياة القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.